أشرف من رئيس المدير العام لمجمع سونطراك السيد رشيد حشيشي بمقر المديرية العامة لسونطراك على مراسم حفل تكريم أبناء العمال المتفوقين بامتياز في شهادة البكالوريا دورة 2024. جرى هذا الحفل التكريمي بحضور الإطارات المسيرة للمجمع والأمين العام للنقابة الوطنية لسونطراك السيد خلاف جرود، بالإضافة إلى أولياء التلاميذ المعنيين بهذا التكريم. خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أعرب الرئيس المدير العام لسونطراك عن عميق فخره وبالغ اعتزازه بالتلاميذ المتفوقين، مشيدا بجهودهم الدؤوبة في مسارهم الدراسي، متمنيا في نفس الوقت أن يكون لهم دورا بارزا في بناء مستقبل الوطن. حيث تلقى التلاميذ المتفوقون أثناء هذا الحفل جوائز قيمة وتشجيعية كتقدير من المجمع على تميزهم واستحقاقهم لدرجات مشرفة في هذا الامتحان الوطني. كما تم تكريم التلميذة بخيش رحيل خريجة ثانوية النقابة الوطنية لعمال سونطراك من طرف السيد خلاف جرود، متمنيا لها المزيد من النجاح مستقبلا. وفي لفتة تشجيعية وتحفيزية تم تكريم التلميذ مفتاح آدم من ذوي الهمم الذي تحدى كل الصعاب، وذلك اعتزازا بتفوقه وإصراره على النجاح. كما استغل الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك هذه المناسبة السعيدة لتكريم التلميذة تهام نورة دعاء الحائزة على أعلى معدل لفئة ذوي الهمم في شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني. وفية لتقاليدها، تؤكد سونطراك من خلال تكريمها للتلاميذ المتفوقين التزامها الدائم كشركة مواطنة عبر تشجيع روح المثابرة والتفوق في المجال الدراسي ومقاسمة عمالها فرحتهم بنجاح أبنائهم. اليوم أوجه الشكر الخاص لسيادة المدير شركة سونطراك وكل شخص قائم على هذا الحفل، واليوم بحمد لله نجني ثمار مجهوداتنا. كما يقول المثل dreams are free goals are have a cost، يعني الأحلام مجانية لكن الأهداف لها تكلفة، واليوم بفضل الله نجني ثمار مجهوداتنا والحمد لله. أشكر السيد المدير العام لشركة سونطراك على هذه المبادرة، إن شاء الله تكون تحفيز لباقي الأبناء من أجل التفوق في هذا الامتحان في المستقبل إن شاء الله. أقدم خالص الشكر لمجمع سونطراك على تقديم هذه الحفلة والتكريم وحضور جميع المسؤولين هنا، خالص الشكر وإن شاء الله المزيد من النجاحات في المستقبل. نشكر سونطراك على واش قدموا لنا وأم يحفزوا فينا، إن شاء الله نكونوا أهل ونشرفوا الجزائر كاش نهار إن شاء الله.